المهم خديت قرار غادي نطلق، قرار لا رجعة فيه، وعمر نعاود نتزوج ولا نعاود نشوف الصحة ديال الرجال، حيت صافي كرهتهم بزاف. وانا غنرفع لها، ارفع لها الدعايه، فهمتيني ولا؟ غنرفع لها الام ديالو ان شاء الله. جميع الارباح اللي دخلت مع نزار غادي تقسم مع نزار من الاخر. جميع الارباح اللي دخلت هي ونزار غادي تقسموه هي وياها ونزار بالقانون ان شاء الله. واجد الاعتراف، كون ما كنتيش واحد ما تفرج فيهم راسك كنت تسقل. لا شو هذاك التخربيق مالو؟ اش مختار؟ اش واجد طلع للقمر، طلع للمريخ باش نبقاو نهضروا على هذا الهضره ونقولوا ليه هذا الموضوع مهم. ولدي في سن المراهقه، هذا بانت ليا تحولات نفسيه بانه سن المراهقه، ولدي ما عارفش اش كيدير لانه ما عارفش اش يدير، ما غايديرش هذا الشيء اللي كيدير. السلام عليكم، لاباس؟ بخير؟ الامور هادي كلشي وداك كيف ما كنت متوقع. هاد الفيلم هذا ما عمرو غادي يسالي، وهاد الناس هادو خطيرين، يقدروا يديروا اي حاجه على قبل الادسنس، لدرجه انه بنادم يقدر يلوح حموم للكاتريام ويصيف طلق برا على ود الادسنس ويقول لك مقلب في امي رميتها من النافذه. يعني هاد الناس هادو خطار وما عمرك تثق فيهم. هادي نصيحه من وزاره الصحه. المهم السيدي قال لك القضيه واصله الطلاق، طلاق ديال بلاني، كيطلقوا ويتزوجوا بحال اللي كيشربوا الماء. واحد شويه غيخرج من الاولي حتى يوضح لكم واحد النقطة. وقبل ما يبدا الفيديو الجميل، تابونا وفعل زر الجرس باش يوصلك اي فيديو جديد. السلام عليكم، صباح النور، كيف صبحتوا؟ بخير واموركم مزيانه؟ كنتمنى تكونوا بخير. ما تقوليش ليا شاربه الماحيه. لا لا، شاربه الماحيه انا راه والله حتى كنعرف الماحيه. المهم اول حاجه انا عارفه غادي يسبوني بزاف ديال الناس، وعارفه غنلقى انتقادات بزاف، وعارف ولكن نقول لكم على حاجه. عارفه بلي غادي يسبوها الناس، ولكن واخا هكاك بغات تقول لكم واحد الحاجه. وبطبيعه الحال دخل فلوس الادسنس، دابا بغات تقول لكم واحد الحاجه في 8 ديال الدقائق. العثماني وما دارهاش هذه، العثماني في 2 دقائق قال لهم حتى واحد ما يخرج مورا الفطور، وانت دايره فيديو فيه 8 دقائق وزيره ديال السواده. عمركم تحكموا على الواقع، راه الواقع ماشي بحال المواقع. ها الواقع، شتي الواقع؟ بقى كيطير كينقز، حتى دا وحده دايره بحال القندوس البري. شوف شوف على حالها كي دايره، سبونج بوب كيهضر صافي. اقسم بالله اقسم بالله اقسم بالله العلي العظيم. الا شتي باش تعرفوا هادشي كامل تمثيل، زعما خطيرين هاد الناس وحق الرب. يلاه كانت كاعيه وكتبكي ودموع التماسيح، واقسم بالله وما عرفت شناهو، بحال كتعرفوا والله نتوما. وفي ظرف ثاني بدات كتضحك بحال لا ما واقع والو، سبحان الله. العرن هذا صاف، خرج. واش ما قيتي؟ ما تصومش. واش ما قيتي؟ خرج خرج من عطار امك. وبعد هو خرج وبعد وخرج خرج منه. انا دارك تحكر عليا انت دابا، كيفاش كيفاش بلاك غادي منه؟ راك تحكر عليا. نوصل نوصل واحد الرساله للناس باش تعرف هادشي كله غير تمثيل. ها اللي قلنا لكم الاصدقاء، راه كلشي على ود الادسنس، وده حال فمه بحال تقول ما عندوش فم، عنده باب ديال الطواليت. وتبارك الله على فان ديزل ديالنا الممثل، داير فيها كيتقصح وراسو مربع بحال دوك التلفازات القدام. ودخلنا عليكم بالله الناس اللي مابونين لهاد السيد هذا، واش ماشي حشومه واحد مكلخ بحال هذا مقاري حتى بحال الناس وكيدخل على داركم الفلوس؟ امي ورا الحبس وما بقاش في هادشي اللي غنقول لك اخويا. دابا اخي الصحافي كتقول ليه ما تدويش مع خوتك، ما تدويش مع امك، ما تدويش مع باك، ما تدويش مع عائلتك، والناس مضروبين بالمؤبد في وسط الحبس، مضروبين بمؤبد وكيعطيهم التليفون يدويو مع والديهم. باش حيدت ليه كلشي وكلشي، كتقول لي ما تدويش مع عائلتك، صومو مع عائلتك، صومو. ما صامش رمضان، بقى يصوم مع عائلتو، وقال لك ديروا التلقيح. ها التلقيح، شي تلقيح اش كيدير؟ في الاخر تلوحوا لينا وتقول لنا حنا هذيك اللعبه ديال راه غنطلقوا بواحد بروده ديال الدم، وكدير فيها تخرج فيها انا دموع التماسيح، وتطلق علينا صاحبي. حشومه صاحبي هادشي، والله تحسومه بالله صاحبي، حشومه صاحبي بزاف كاع وحق ربي تحشومه. كي دايره يعني هاد المده اللي دوز خوك معاه، كي دايره العيشه ديالو؟ تا هو الصحافي هذا هو كل العجينه كيسولو كي دايره العيشه، بحال تا هو مجوج بهم كينعس معاهم في البيت. وصل لك يعني بنتكم ما تجيش تنام فوق والدينا؟ راه والديك راه عمرهم غيفوتوا، فهمتيني ولا لا؟ يعني دات له كلشي وبغات تصيفطو هذيك اللعبه ديال هيبه البلاد، بغات تصيفطو ربنا خلقت انا. وانا كنقول من هذا المنبر اخي الصحافي، القانون راه غيتاخذ مجراه بالرجوله، حيت الدوله فيها قانون. الدوله مساليه غير نزار ومراتو، مراتو الزوينه ملكه الجمال ديال الله يحسن العوان، قال لك الدوله فيها القانون. ما فهمتش واش بغيتو هي تعطي النفقه؟ والله الا عيقتو لا نتوما لا هي. هو كيتعدى على راسو، قالت بانك كيتعدى عليها هي. هو كيتعدى عليها هي في نظرك؟ هذيك كيقد عليها غير الله سبحانه وتعالى، هذيك السيده تيقدر عليها غير الله سبحانه وتعالى، واش فهمتي؟
يعني كيفاش خويا غيتعدى عليه وما عندوش اكسبيريونس حياه ما عندوش بزاف د الحوايج هي كتقول هي تيطوا خويا بشويه عليك قفزتينا وقفزتينا الصحفي ديالنا الصحفي ديال شوف طيب على قد الحال سلعه ديال الشينوا وما فهمتش خويا واش بعقلك ولا فاطر بالمعجون كيسكت على عنده عام ونص كان هنا كيهز الطابله كيخرج عينه مشات تما ولا فهمناش بغيت نوصل لك تما كتقول يا غير شتك بحال بغيتي يد الدريسي فينا وبغيتي يد تجرب فينا داكشي اللي كيديروا في خوك ايوا كلشي على المراهقه راه باينه تحولات نفسيه بان هذيك راه علامه المراهقه وما دار لي والو ملي حنا في دار العجازه اللي حنا في الزنقه سلخني باش نسخط عليه ما سخطاش انا على ولدي هذاك التصرف ديال المراهقه ماشي في سير الكهوله باش غنحكم عليه هذاك السم مراهقه صافي سير المراهقه مالو عنده 16 عام سير قداش راسك كبر من ديال العجل وقالت لك سير المراهقه بحال كيقرا في الليسي والله الا زوينه هذه ديال سير المراهقه الرجال ما بغيتش الرجال لان المراهقه هذيك لان ولدي عمره ما رجع لي بداك الاسلوب وعمره ما هضر معايا بداك الاسلوب ولدي ما عمره رجع لي بداك الطريقه انا ولدي مربيه احترم الصغير واحترم الكبير ما رجع لي حتى شي ما كرجعش على الناس ما بالو غير رجع له والديه انا ما استقبلتهاش جايه تعشى معاكم بغات تقول ما تقبلاتهاش سبحان الله عائله كلها مراجله وزلت لسان تقول لهم مركبين لهم شي لسان ديال الشينوا هذا خصهم في لاكارت ناسيونال حدا الكنيه يديروا لهم بين قوسين زلت لسان قلت لها البارح مع ثلاثه الليل اللي سلات لي اعز وحده البنت الاخت الزوج ديالي في الجاليه المغربيه سلات مع ثلاثه قالت لي اش كاين هادشي على لطيفه كنسمع هادشي هادشي كذوب في كذوب قالت لها بان كتفقوا باش ديروا البوز انا ما محتاجاش انا داك البوز انا البوز درته ملي هي باقا مخلاقه شي كاع ويلي امتى شي حاجه درتي البوز على 1990 كان اليوتيوب بعدا والله الا قالت لك درت البوز لا درت البوز ملي كنا كنديروا البوز فابور ويلي الا كانت البوز لا البوز والله الا جديده عندكم هادشي ديال البو كمل هاد الفيديو الله يرحم لكم الوالدين انت شو عم تفرجوا لكم راسك تسقل لا شو هذا التخربيق مالو اش مختاري هاشو اجدا طلع للقمر طلع للمريخ باش نبقاو نهضروا على هاد الهضره ونديروا ليه هاد الموضوع مهم ولدي في سن المراهقه هذا بان فيا تحولات نفسيه بانه سن المراهقه ولدي ما عارفش اش كيدير لانه ما عارفش اش يدير ما غايديرش هادشي اللي كيدير تاش قالت شي دير هذا انا صاحبي اينشتاين ما فهم والو وقالت لكم ولدك يجيو دوك التحولات ديال سن المراهقه فين عمركم شفتوا شي واحد كيجيو التحولات ديال سن المراهقه وهو عنده 23 عام مالو ولا ديناصور انا ودنا صار الام ديالنا كتقولنا باكم وبا الاب لا كان يتسلخ في غير احترموا هاد الاولاد دابا بينو بيت راه حتى هو دابا الولد كبر في بيئه محترمه عمرها ولا ديالو عمرني ما زيت في الراس وعائلته انا كنف عائلته الام ديالو ماتت وكنقول فرحان بان الام ديالو ماتت فرحانه بان الام ديالو ماتت ما درتوش العرس في بلاصه الجنازه وكتقول لك مال ولده خارج ليها من الجنب وهادشي اللي كان الاصدقاء وتهلاو